فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا